ولمزيد من التفاصيل حول نصر أكتوبر المجيد ينضم إلينا هاتفيا اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. بعد التحية سيادة اللواء ومساء النصر، نحن نحتفل اليوم بالذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد، برأيك كيف استطاعت مصر بعد هذا النصر العظيم أن تغير المفاهيم الجيوسياسية والاستراتيجية وأيضا أن تغير مفاهيم اللعبة السياسية ككل؟ تحياتي لحضرتك ولكل مصري وكل عربي في كل مكان، وبهني الجميع بالعيد 51 لانتصارات أكتوبر. النهاردة بعد انتصار أكتوبر 73 احنا بندي درس لكل صاحب حق أن القوات المسلحة تحقق هدف بعملها العسكري وتحقيقها هدف عسكري لتحقيق هدف سياسي. نعم. الهدف السياسي هو تحرير الأرض واستعادة كل حبة رمل العدو اعتدى عليها. ولذلك احنا بمجرد ما بدأنا الهجوم يوم 6 أكتوبر وخضنا المعركة بالكامل، الحمد لله أرينا العدو بأس القوات المسلحة المصرية تماما. بالطبع. عندما توقف إطلاق النار يوم 26 أكتوبر 73 وكان هناك موقف وتداخل للقوات اللي هو في معركة الدبرسوار، واستعدت القوات المصرية لتطهير كل الجيب الإسرائيلي اللي تم واستكمال معركة التحرير. نعم. في نفس الليلة اللي احنا كنا هننفذ فيها هذه العملية وصل إلى مطار القاهرة وزير خارجية أمريكا اللي هو هنري كيسنجر، وراح مباشرة للرئيس السادات وقال له أنا جاي أبلغك رسالة من رئيس أمريكا، إذا حاولت تدمر أو تصفي القوات الإسرائيلية دي سوف نتدخل ضدك بالجيش الأمريكي مباشرة. قال له أنا مش هسيب شبر من أرضي لو لآخر جندي من جيشي. قال له مين قال لك أنك هسيب شبر من أرضك؟ أرضك هترجع بالكامل. السادات قال له وضح مش فاهم. قال له أنا جاي ببلغك رسميا استعداد إسرائيل للانسحاب الكامل من كل سيناء وإقامة سلام أو من خلال معاهدة سلام، وأرضك تعود ويعم السلام. فالسادات قال له طيب وإيه اللي يضمن أن إسرائيل تنسحب من غير حق من غير قتال؟ فكان رد كيسنجر أنه قال له سيادة الرئيس الضمان هو جيشك. فإحنا بدأنا بعد كده مفاوضات السلام من موقف قوة، وهو ده اللي في النهاية انتهى بإعادة أرضنا كاملة. فالهدف العسكري حرك الهدف السياسي وحققه، فتوقفنا وخدنا ما بعد ذلك لأن هدفنا تحرير الأرض. خلاص نكمل تحرير الأرض. السؤال لأي حد يعلم من هي إسرائيل ومن هي أمريكا، هل لو كانت أمريكا وإسرائيل غير متأكدة من قدرتنا على استعادة أرضنا بالحرب هل كانت أرضنا عادت بالسلام؟ الإجابة مش محتاجة تفصيل، لا. إذن السؤال الثاني، هل لو كانت إسرائيل ما خرجتش من أرضنا بالمفاوضات كنا هنتركها؟ الإجابة لا. بالطبع. كنا هنكمل بالقتال وبالحرب حتى نستعيد كل حبة رمل من ترابنا. أكيد سيادة اللواء أشكرك شكرا جزيلا للواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، شكرا جزيلا لك.